نتكلم برضو على مستوى بقى الارقام. لو احنا هنروح شويه لا الارقام في برضو فوارق كبيره جدا. النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب هنا كاس مصر، كان 38 لقب، وهو كمان حامل لقب البطوله في النسخه اللي فاتت بعد الفوز على بيراميدز، مباراه احنا اكيد مش هننساها، في المباراه كانت النهائيه كانت بنتيجه هدفين مقابل هدف. الزمالك عنده 28 لقب. كمان نجم خلينا نقول النادي الاهلي الراحل احمد مكاوي كان هو الهداف التاريخي للفريق، لو نرجع بقى بالتاريخ شويه في البطوله كان برصيد تحديدا 35 هدف زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. اسماء لن تنسى، الاسماء لن تنسى طبعا. ان شاء الله هنشوف مباراه للتاريخ يوم الجمعه اللي جايه. بالتوفيق لكل الناس اللي رايحه ان هي كمان تسعد ونشوف مشهد يليق بينا كالعاده وكل الجماهير.